محور أساسي تقريبا، محور يعني أنا بسألكم سؤال، في برامج الواقع على مدى السنين اللي راحت في عندنا ولا في دال ولا في قناة بداية ولا قناة زواج ولا قناة الرسالة، هل يتخيل أحدكم أنه يرى متسابق معه جوال في البث؟ عادل شفت قبل كذا متسابق معه جوال في البث على البث؟ شفت إذا كان مستهتر، إذا كان مستهتر. أنا شفت قبل ولا ما شفت؟ شفتني أنا كان معي جوال على البث، شفتني؟ ما أذكر طلع على البث. أنا طلعت على البث يعني بجوال. بجوالك؟ نعم. بجوالك؟ نعم. كيف؟ تذكر عادل؟ بكاريزما. إيه. والله ما أذكر. الكاميرا جابتك؟ نعم. وفي فقرة النقد برضه. وش الداعي كيف؟ تشوف استثار؟ ما أدري بس لا لا لا. أنا بالنسبة لي أنا أشوف إنه شخص يكون معه جهاز متعمد يعني اسمعني لا 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 مو متعمد، اذا كان مع شخص لا انا بعلمك اذا كان في شخص مع تليفون على الهواء ايه؟ فهو شخص مستهتر وضارب بالقوانين عرض الحال. انا كان عندنا في فقره اسمها فقره الميداليات، كنت يعني لا هذه غير رابط ميداليه، وكان جوالي يسمح لي على الهواء، بعدين ما دريت. لا 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 خارج فقره مثلا ومعه جواله، لا هذا وش يبي هذا؟ يا هذا يا اخي ما ادري هو من هو. بس طيب انا شوف عندي ثلاث متسابقين، بقول لك حاجة، إيه؟ عندي ثلاث متسابقين رتمهم كان فوق وبعدين ضرب إلى أسفل السافلين ثلاثة، إيه؟ وأنا أتوقع أنه أحد الثلاثة لأن كان رتمه عالي وفجأة من تتوقع يا عمر؟ نزل رتمه إلى الحضيض، فأتوقع أنه هو بسبب الجوال. من هو؟ في ثلاثة متسابقين رتمهم كان فوق ونزلوا، من ضمنهم يعني ناس طلعوا، لكن نأخذ المقطع عشان أثبت كلامك. ناخذ المقطع الاول لنواف المخلفي، نواف المخلفي على البث المباشر معه جوال. القضيه ما هي بهنا، القضيه يعني انك يكون معك جوال في الغرف او يكون معك جوال يحصلون عليه الاعداد يلقونه، هذا باب له جواب. يعني انت استخدمت الجوال خارج البث المباشر ومع ذلك في عقوبات. الان الجوال امام الشاشات وامام الكاميرات وده اثناء البث المباشر وفي ذروه البث المباشر، خلينا نشوف المقطع. جاهز يا شباب؟ هذا مقطع، وفي مقطع فيه زوم على اسم زوم اصلا لين يوصل ذا. اذا الجمهور محتاجين، انتم يا جمهور تتاكدون يعني هو موجود المقطع الثاني يا شباب؟ الجمهور محتاجينه ما تصدقونه صح، ودائما تدورون عذر المتسابقين صح. هذا المقطع يلا نشوف الآن، شوف الزوم كيف، شوف الجوال، جوال واضح جدا جدا جدا، لما لا يدع للشك مجال. شكرا يا إعدادنا الكريم، وشكرا يا جمهورنا الحريص على العدالة والشفافية. يكون معك جوال في غرفتك يحصلون على الإعداد، يأتي بسلطان ويرفع الخصومات، وفي حال تكرارها يمكن استبعاد. الآن أو إبراهيم عفوا، أو إبراهيم من أول يوم الآن على الهواء مباشرة وجوال معه، منتهى الاستهتار، منتهى اللامبالاة. ومن شخص أيضا، معليش يا نواف، أنا قبل شوي في فقرة حياكم اللي هي نسخة حياكم اللي قشعت حياكم هذه، والله يا مهندسنا حتى أباض أعلمه قال شوف نواف سكر المايك. تسكير المايك شأنك، وهو اللي يطلعك دائما كل إبراهيم، لكن تصل الأمور إلى الجوال نواف، والله معليش نواف. نواف مشكلة نواف عادل، يعني لا ترتجئ من شخص يعني يجلس على كرسي الكفي الشروم ويتفاخر بأنه هو ملك إبراهيمات. يعني واحد يجلس على الكرسي يقول أنا ملك إبراهيمات وأنا الذي أتحدث باسم إبراهيمات المتسابقين اللي يخرجون للإبراهيم، يعني هذا وش ترتجئ منه للأمانة؟ يعني مع احتراماتي لشخصية الكريم نواف المخلفي، طلوع نواف المخلفي على الشاشة وأثناء الرياليتي تمام،
وجوالها معه، أنا أعتقد أنها ظاهرة ممكن في ناس يسبقوه، ولكن أتوقع أنها ظاهرة لن تمر مرور الكرام، لن تمر مرور الكرام، ولا لن أناشد أحد بالتدخل لا من الإدارة ولا حتى من السلطة العليا ترك الدوسري، لأن هذا المقطع المصور مسوين عليه زوم، إذا ما صار فيه تدخل فمصيبة، مصيبة يا رجل. يعني رجل ضارب بقوانين البرنامج عرض الحائط، رجل يتباهى بالجوال حتى لو أنه خاشه من وراء حاطه مخباه لورا، لكن يتباهى بالجوال لأنه طالع به في الرياليتي، لأنه لو ما كان ضارب بقوانين البرنامج عرض الحائط كان خلها أقل شيء في غرفته، في غرفته إيه. وأنا أعرف إيش بيقول، تنتهي الفقرة ذا الحين بيجي في الرياليتي بيقول والله أنا مستأذن من الإدارة، كان عندي الإسقاطة ولا كان عندي مبادرة. غير صحيح، غير صحيح. هذه ما عهدنا أن شخص عنده مبادرة يعطونها الجوال إلا إذا كانت مبادرة تتعلق بالوقف فقط، غير كذا عليش تأخذ الجوال. يتكلم في الإعداد ويرجع. أصلاً المكان اللي مزبن فيها الجوال يدل إنه ما هو إن كان حط الجوال في وراء المخدات اللي في العريش، يعني مزبن الجوال، مزبن تزبينها خبلة، يعني ما همه والله نواف.